السلام عليكم طلابنا الأعزاء، أسعد الله مساءكم. معكم الأستاذ عمار السعود في حلقة جديدة بعنوان التيار الكهربائي. إن شاء الله في هذا الفصل راح نتكلم عن التيار الكهربائي وعن المقاومات وعن الدارات البسيطة وقاعدتا كيرشو. خلينا نبدأ أولا بتعريف التيار الكهربائي. إحنا أخذنا بالفصول السابقة الشحنة، واخذنا المجال الكهربائي للشحنة، واخذنا الجهد الكهربائي، واخذنا المواسعة اللي بتعتمد على هذه الشحنة. فلو افترضنا انه هذه الشحنة صار لها حركة، يعني بدها تنتقل من مكان الى اخر، هذه الحركة اكيد بدها تاخذ زمن، يعني بدها شوية وقت عشان تصل للمكان اللي بدها تروح له. فشحنة متحركة خلال الزمن هذا اسمه تيار كهربائي. فإذا لو جينا نعرف التيار الكهربائي، هو كمية الشحنة التي تعبر مقطع من موصل خلال وحدة الزمن. إذا التيار الكهربائي كمية الشحنة التي تعبر موصل خلال وحدة الزمن. نقدر نعبر عنه بالعلاقة التالية: التيار يساوي دلتا ش على دلتا زين. وحدة الشحنة اللي هي كولوم، وحدة الزمن اللي هي ثانية. كولوم على ثانية هذه بتساوي أمبير، نسبة إلى العالم أمبير اللي اكتشف التيار الكهربائي. خلونا نعرف التيار الأمبير. الأمبير هو تيار كهربائي ناشئ عن مرور شحنة مقدارها 1 كولوم خلال زمن مقداره 1 ثاني. إذا الأمبير هو تيار كهربائي ناشئ عن مرور شحنة مقدارها 1 كولوم في موصل خلال زمن مقدار 1 ثاني. هيك احنا بنكون عرفنا الامبير. لكن احنا بنعرف، لو افترضنا انه عندي موصل، هذا الموصل فيه شحنات سواء موجبة او سالبة، فيه شحنات، ممكن تكون شحنات موجبة وممكن تكون شحنات سالبة. فاحنا بنعرف انه شحنة الجسم شين جسم اللي هي نفسها دلتا شين يساوي نون في شين الكترون. فبقدر اعوض هذا الكلام وين؟ في التيار. فبصير معي التيار يساوي دلتا شين، عفوا، بصير معنا نون شين الكترون على الزمن. هي نفس العلاقة للتيار اللي فوق. أي جسم بتمر فيه شحنة بيكون له شحنة عامة، هذه الشحنة عدد صحيح من مضاعفات شحنة الإلكترون. هذا الكلام أخذناه في المجال الكهربائي أول درس. فالآن أنا عندي موصل، هذا الموصل عبارة عن جسم يحتوي على عدد صحيح من الشحنات سواء الموجبة أو السالبة، فراح يكون له شحنة كلية اللي هي دلتا ش بتساوي نون في ش إلكترون. فلو نعوضها في قانون التيار بيطلع معي التيار نون في شحنة الإلكترون على الزمن. لكن بما انه عندي شحنات موجبة وشحنات سالبة، التيار هو عبارة عن شحنات موجبة او عن شحنات سالبة، هذا بدنا نعرفه. الان احنا بنعرف انه الذرة بشكل عام بتحتوي على الكترونات في مدارها الاخير، خاصة الفلزات بتكون غنية بالالكترونات في المدار الاخير مثل النحاس. فبالتالي هذه الالكترونات هي اللي بتتحرك مشكلة التيار الكهربائي. لكن العلماء أجوا اصطلحوا على مفهوم جديد للتيار الكهربائي يسموه التيار الاصطلاحي. التيار الاصطلاحي هو حركة الشحنات الموجبة داخل الموصل. إذا التيار الاصطلاحي هو حركة الشحنات الموجبة داخل الموصل. طب احنا بنعرف انه الشحنات الموجبة بتتحرك مع اتجاه المجال الكهربائي، الشحنات الموجبة بتتحرك مع اتجاه المجال الكهربائي، فبالتالي التيار الاصطلاحي اتجاهه
مع اتجاه المجال الكهربائي. ليش؟ لأن التيار الاصطلاحي عبارة عن شحنات موجبة. إذن التيار الاصطلاحي هو حركة الشحنات الموجبة داخل داخل الموسم. الآن اتجاه التيار مع اتجاه المجال الكهربائي. خلونا نرسم رسمة ونحاول نفهم كيف الأمور بتصير. الآن لو افترضت أنه عندي موصل، هذا الموصل جواته شحنات موجبة وشحنات سالبة، بغض النظر شحنات، نفترضها شحنات موجبة لأنه اصطلاحي. وهذه الشحنات تتحرك، لكن حركة عشوائية، حركة عشوائية زي هيك. ومحصلة هذه الحركات لكل الشحنات الموجودة يساوي صفر، يعني أن التيار الكهربائي لا ينشأ عن الحركة العشوائية للشحنات. التيار الكهربائي لا ينشأ عن الحركة العشوائية للشحنات. طيب ماذا لو هذا الموصل وصلته مع بطارية؟ هذا طرف موجب وهذا طرف سالب. فالطرف الموجب للبطارية وصلناه مع هذا الطرف، فهذا الطرف تلقائيا راح تصير شحنته موجبة. والطرف السالب وصلناه مع الطرف الثاني، فتلقائيا هذا راح تصير شحنته سالبة. الآن الموصل في أحد أطرافه موجب والطرف الآخر سالب، فراح ينشأ معاي مجال كهربائي اتجاهه من الموجب إلى السالب، اتجاهه من الموجب إلى السالب. الآن أنا بعرف إن الشحنات الموجبة تتحرك مع اتجاه المجال الكهربائي اللي هو التيار الاصطلاحي. الآن صار عندنا انتظام في الحركة، بطلت حركة عشوائية. فرق الجهد هذا اللي هو البطارية كون عندي مجال كهربائي بين القطب الموجب والقطب السالب، خلت الشحنات الموجبة اللي موجودة جوا الموصل تتحرك مع اتجاه المجال. الآن في شحنات سالبة، كيف راح تتحرك؟ عكس اتجاه المجال، لكن احنا بندرس التيار الاصطلاحي وهو حركة الشحنات الموجبة داخل الموصل. إذا التيار الكهربائي ينشأ عن الحركة المنتظمة للشحنات. الآن بدنا نتعرف على قانون جديد للتيار الكهربائي. أثبت أن التيار الكهربائي يعطى بالعلاقة التالية. تيار يساوي ألف نون فتحة عين شين إلكترون. ألف اللي هي مساحة مقطع الموصل، نون فتحة اللي هي عدد الإلكترونات في وحدة الحجوم، عين اللي هي السرعة الانسيابية، وشين الإلكترون
اللي هي شحنة الإلكترون 16 ضرب 10 سالب 20 كولوم. الآن إذا افترضنا عندي موصل، هذا الموصل طوله ألف، بدي آخذ جزء صغير منه اسمه دلتا لام. بدنا نثبت العلاقة التالية الآن اللي هي التيار يساوي ألف نون فتحة عين شين إلكترون. أنا بعرف إنه التيار يساوي دلتا شين على دلتا زد، وبعرف إنه دلتا شين اللي هي نون في شين إلكترون مقسومة على دلتا زد. الآن مشكلتي كلها في نون، بدي أحسب قيمة نون وأجي أعوضها في هذه العلاقة ونشوف شو بيطلع. الآن هذا الموصل بيحتوي على شحنات موجبة، راح نتعرف على كمية جديدة اسمها نون فتحة اللي هي عدد الشحنات في وحدة الحجوم، عدد الشحنات في وحدة الحجوم اللي هي بتساوي نون على ح عدد الإلكترونات على الحجم. كيف يعني؟ إذا افترضنا إنه إحنا في غرفة، هذه الغرفة فيها مثلاً 100 شخص، والغرفة اللي جنبنا فيها 100 شخص، واللي جنبنا فيها 100 شخص، وكل هذه الغرف إلها نفس المساحة أو نفس الحجم إلها نفس الحجم، فبحكي إنه كل غرفة فيها 100 شخص، كل غرفة فيها 100 شخص، فبالتالي أنا لو قسمت هذا الموصل إلى أجزاء صغيرة، فكل جزء راح يحتوي على نفس عدد الإلكترونات، فإحنا سميناها عدد الإلكترونات في وحدة الحجوم نون على ح. فالآن لو ضربنا ضرب تبادلي، نون يساوي نون فتحة في ح، حال هي الحجم، حجم الموصل بما إنه أسطوانة اللي هو المساحة ضرب الطول، المساحة ضرب الطول، إذا ح يساوي المساحة ضرب الطول. إذا ألف في دلتا لا، نمسك هذا الكلام ونعوضها، نون فتحة تساوي نون تساوي نون فتحة ألف دلتا لا. خلينا نأخذ قيمة نون ونعوضها في هذا القانون، التيار يساوي مكان نون راح نحط نون فتحة ألف دلتا لام شين إلكترون على دلتا زين. لكن خلينا ننتبه شوي، دلتا لام على دلتا زين، دلتا لام على دلتا زين اللي هي السرعة، مسافة على زمن اللي هي السرعة، فبالتالي تطلع معي العلاقة النهائية للتيار، التيار يساوي ألف نون فتحة عين شين إلكترون، وهو المفهوم. الآن إحنا تعرفنا على نون فتحة اللي هي عدد الإلكترونات في وحدة الحجوم، لكن ما هي عين؟ شو هي عين السرعة الانسيابية؟ حكينا هان عين اللي هي السرعة الانسيابية. الآن الإلكترونات أو الشحنات داخل الموصل بتتحرك بسرعة متوسطة، هذه السرعة لا تتعدى المليمترات، لا تتعدى المليمترات، هذه هي السرعة الانسيابية، إذا هي حركة الشحنات داخل الموصل التي تنساق مع المجال الكهربائي ولا تتعدى المليمترات في الثانية. خلينا نكتب تعريفها، إذا السرعة الانسيابية هي السرعة التي تنساق فيها الشحنات داخل الموصل ولا تتعدى الملي مترات في الثانية. خلينا
نكتب سؤال ونجاوبه. سؤال: ماذا يحدث لكل من طاقة الإلكترونات، الطاقة الحركية للإلكترونات وذرات الموصل ودرجة حرارة الموصل عند مرور تيار كهربائي فيه؟ الآن بحكي لك عندك موصل بمر فيه تيار كهربائي، احكي لي شو بيصير للطاقة الحركية للإلكترونات، لذرات الموصل شو راح يصير فيها، ودرجة الحرارة للموصل شو راح يصير فيها. عندي موصل بهذا الشكل، بتمر جواته شحنات موجبة، هذه الشحنات تتحرك خلال فرض جهد اللي هو راح يكون عندي مجال كهربائي، هذا قطب موجب هذا قطب سالب، هيك المجال الكهربائي. فالآن الشحنات وهي بتتحرك راح تصطدم مع ذرات الموصل. الآن هذه الشحنة داخل مجال كهربائي، المجال الكهربائي بيبذل عليها شغل كهربائي أخذناه بالفصل الجهد اللي هو سالب الشحنة في دلتا جي. هذا الشغل المجال الكهربائي بيبذل على هاي الشحنات، وإحنا حكينا إنه الشغل هو نفس الطاقة الحركية، إحنا ها بس قاعدين بنوضح الطاقة الحركية هاي هي نفس الشغل اللي بيبذله المجال الكهربائي على الشحنات. فالآن هذه الشحنة بتضرب بذرات الموصل، فبتفقد جزء من طاقتها الحركية لمين؟ لذرات الموصل. لكن المجال الكهربائي بيرجع بيبذل عليها شغل من أول وجديد، فبترجع تكتسب طاقة حركية من أول وجديد، ترجع تضرب بذرة ثانية، بيرجع بيعطيها المجال الكهربائي شغل، بيبذل عليها شغل، بترجع تضرب ذرة ثالثة إلى آخره. إذا الشحنة بتظل تفقد طاقتها الحركية، لكن المجال الكهربائي بيرجع يزودها بطاقة حركية من أول وجديد. الآن لما تصطدم بذرات الموصل، شو بصير في ذرات الموصل؟ ذرات الموصل بصير لها اهتزازات، بصير لها اهتزازات. هذه الاهتزازات احنا ما بنشوفها بعين المجردة، لكن ذرات الموصل بصير لها اهتزازات. الآن لما يصير لها اهتزازات تلقائيا بترتفع درجة حرارة الموصل. إذا قدرنا نصل إنه واحد طاقة، الطاقة الحركية الإلكترونات تقل بسبب التصادمات، تقل التصادمات، لكن المجال الكهربائي يزودها بالطاقة من جديد. طيب ذرات الموصل بصير لها اهتزازات، تتسع اهتزازات ذرات الموصل، او تزداد اهتزازات ذرات الموصل، واخيرا ترتفع درجة حرارة الموصل. هيك بنكون جاوبنا هذا السؤال. خلينا نكتب كمان سؤال إنشائي آخر. الآن احنا حكينا انه السرعة الانسياقية صغيرة جدا لا تتعدى المليمترات في الثانية، طب ليش؟ علل هذا الكلام. لنعلم السرعة الانسياقية لا تتعدى المليمترات. لأنه عدد الإلكترونات داخل الفلزات كبير جدا، يعني فينا نتخيل أنه سلك النحاس عدد الإلكترونات فيه تقريبا 10^28، فقط تخيل هذا الرقم. في إذا بتعرفوا سلك النحاس شعرة من شعيراته
يوجد فيها 10 قوة 28 إلكترون. فالآن هذه كلها الإلكترونات أو الشحنات اللي تتحرك مع بعض. فالآن في نسبة تصادمات كبيرة ما بين الإلكترونات وما بين الذرات الموصل، فبالتالي بده يضل يفقد طاقته الحركية، وبالتالي التصادمات راح تزداد، بتضل بازدياد، فبالتالي بتكون معانا حركة الإلكترونات أو السرعة الانسياقية صغيرة جدا بسبب التصادمات التي تحدث ما بين الشحنات وذرات الموصل. إذا لأن عدد الإلكترونات في وحدة الحجوم داخل الموصل كبيرة جدا، فإن التصادمات بين الشحنات وذرات الفلز كبيرة جدا. الإلكترونات الشحنات بتفقد جزء من طاقتها الحركية، ذرات الفلز بتزداد اهتزازاتها، والموصل بترتفع درجات حرارته. إذا وذرات الفلز كبيرة جدا، فتفقد الشحنات جزء من طاقتها الحركية، وتزداد اهتزازات الذرات، وترتفع درجة حرارة الموصل، بالتالي تكون السرعة الانسياقية صغيرة جدا، لا تتعدى المليمتر. هيك بنكون انهينا الاسئله الانشائيه اللي بتيجي على الجزء الاول من التيار الكهربائي. خلونا نشوف كيف بدنا نحل اسئله حسابيه على قوانين التيار الكهربائي.